والله الطاقة يا دوبك، الطاقة يا دوبك قد كده. عارفين لما تبقوا مش قادرين تعملوا أي حاجة في حياتكم وطاقتكم خلصانة ومش قادرين ولا تدرسوا ولا تشتغلوا ولا تعملوا حتى أي حاجة بتحبوها ولا أي حاجة من الحاجات دي؟ ده المود اللي أنا كنت فيه الأسبوع اللي فات. قنبلة صياح صياح في كل حتة في البيت، طاقتي حرفيا خلصانة، وكنت بطلع ده للأسف عليهم في البيت. فمن يومين كده قررت ان انا اطلع من الحاله دي، وعملت كام حاجه كده. قلت بدل ما انا اطلع من الحاله دي لوحدي، قلت كمان اعمل لكم الفيديو ده واقول لكم ازاي طلعت من الفتره اللي بيبقى فيها طاقتي خلصانه او ببقى فيها اوت اوف مود. فتابعوا الفيديو للاخر. بكل بساطة انا امنية. قبل بس ما ابدأ الفيديو عايزة اوريكم ان انا الايلاينر ده، انا عارفة ان هو تقريبا مش مظبوط بس انا فضلت فيه نص ساعة كده. اول حاجة عملتها لما حسيت نفسي كده قمت قلت ليه انا كده، يعني اول حاجة انكم تسألوا نفسكم ايه اللي وصلكم للمرحلة دي، بس بلاش صعبانيات بقى وانا ايه اللي وصلني للحالة دي، انا ازاي وصلت لكده. لا اسألوا نفسكم سؤال عادي جدا، اللي هو طب ايه اللي حصل يعني، ولا كأنكم بتكلموا مع حد صاحبكم لما بيجي يشكلكم مشكلة. عاملوا نفسكم بنفس الطريقة. انا هقول لكم ايه اربع حاجات بتخليني يحصل لي كده لو انتم ما عندكمش اجابة، عشان تقريبا نصكم او معظمكم مش هيبقى عنده اجابة للحالة دي. فيلا بينا نتكلم على الحاجات بالتفصيل. اول حاجه السرعه، الحياه سريعه ده كده كده، بس احنا حاول على قد ما نقدر ان احنا ما نحسسش نفسنا ان هي سريعه قوي للدرجات. يعني حاولوا ان انتوا تعملوا حاجات تحسسكم ان حياتكم فيها وقت. غالبا بتكون سريعه ان احنا بنضيع وقتنا وبنحس في الاخر ان احنا ما عندناش طاقه. فانا من رايي ان احنا ناخد يوم يومين نوقف كده الحياه، الدنيا مش هتطير، ونقعد نعالج نفسنا ونموف اون من حاله ان طاقتنا او بطاريتنا خلصت. تاني حاجه اللي انا قلتها عليها ان انت ما بتديش لنفسك فرصه. عاملين نفسنا ان احنا السوبر هيروز وبطل الابطال، ولما بيحصل معانا اي حاجه ما بنديهاش فرصة. اللي هو حصل موقف زعلني، اوكي انا اللي قادرة على التحدي وعلى المواجهة ومش هتأثر ومش هزعل وهكمل حياتي عادي. لا، لو في موقف حصل وزعلكم، لو في مشاكل حصلت، لو في اي حاجة في حياتكم مش متظبطة، ادوها وقت في الانهيار او ادوها وقت في ان انتوا تعيطوا وتحزنوا ليها، لان دي صحة نفسية. بس ان احنا ما ناخدش وقت كبير جدا واحنا بنطلع كل ده، لان ده هيتحول بقى ايه دايرة كده تانية احنا مش عايزين نخش فيها. بس المهم ان احنا ندي لنفسنا وقت ان احنا نحس كل حاجه حوالينا، وان احنا حقنا زي ما بندي المشاعر الكويسه ان احنا نفرح بيها، ندي برضو المشاعر الحزينه ان احنا نعيط، نطلع كل اللي جوانا عشان نقدر نصلح ده. وخدوا وقتكم. نخش بقى في حته الموف اون من الحالات اللي هي بتبقى فيها طاقه ضايعة. اول حاجه نرجع لنفسنا الحاجات او الطاقه بتاعتنا ازاي، ان احنا نعمل الحاجات اللي بتفرحنا. حتى لو هتعملوا صينيه بشاميل، لو هتتنططوا على السرير، لو هتعملوا اي حاجه، اعملوا اي حاجه تطلعكم من المود بتاع ان انا طاقتي خلصانه. ما تركزش قوي ان انت طاقتك خلصانه، يعني عرفت مشكلتي وكل حاجه، بس ما تحطش نفسك في الدايره ديت عشان ممكن تخش فيها قوي وايه تفضل دايما زعلان وكده. لازم تعمل حاجه، روح اخرج مع حد بتحبوه، روح اعملوا حاجات تكسروا بيها الطاقه والخمول دوت والفتره اللي بتبقوا قاعدين فيها دي. ممكن تعملوا هوايه بتطلعكم من كده. انا مثلا لما بيجي لي الحاله دي بكتب، وكنت عامله فيديو عن الكتابه، روحوا شوفوها هتلاقوه هنا او هنا. بس الكتابه بجد ممكن تطلعكم جدا من الحاله دي. ممكن تروحوا مع ناس بتحبوهم، مع ناس بتطلعكم من الفترات دي. ممكن تكلموا حد بتثقوا فيه جدا وتشرحوا لهم ان انتوا طاقتك خلصانه من غير ما يشوفك ان انت ضعيف وكده، بس روحوا احكوا لحد انتوا بتحبوه وده هيساعدكم جدا. بلاش نسمع اغاني الصعبانيات. صعبانيات بقى واسمع بقى اقعد كده، يعني انا اصلا زعلان ليه اجيب اغاني تحزنني اكتر؟ يعني ما انا اصلا زعلان. فلما نبقى زعلانين ما نزودش التينه بله بقى ونفضل نسمع بقى اغاني اللي هو انا قد ايه يعني قد زعلان، انا زعلان قوي. لا ما تعملوش كده. يعني حاجه غريبه جدا ان احنا كبني ادمين نزعل فنروح نسمع حاجات تزعلنا اكتر، او نسترجع بقى الذكريات بقى ونشوف قد ايه ان احنا ناس ضحايا لحياتنا ومشاكلنا، وان احنا يا لهوي انا حياتي ازاي مريت بده، ازاي انا متاثره جدا متاثره. فالمهم بطلوا تفضلوا تقولوا لنفسكم ان كل المقاسي طلعت على مقاسي بقى والشغل ده، فما تعملوش كده خالص. تالت حاجه ان احنا بنطلع طاقتنا في حاجات مش صح او بنوظفها في حاجه غلط، زي مثلا ان احنا 24 ساعه نسمع لناس شكايين بكايين. هم دول الناس دي، حتى لو صحابكم، حتى لو انتوا جدعان جدا، ومش بقول ان انتوا ما تسمعوش للناس، اسمعوا وحاولوا تحلوا مشاكل الناس، بس ما يبقاش كل الناس اللي حواليكم
ناس عماله تشكي وتبكي وتحكي ومش عارفه ايه، انا ما عنديش مشكله، بس انتقلت لي من كتر الشكوى دي. فما تحطوش نفسكم بالمجتمع او بالناس اللي بتحسسكم بهمومكم فوق همكم، ما احنا اصلا مش مستحملين. صاحبوا بقى الناس اللي بتحسسكم ان في حياه والدنيا حلوه وكده، صاحبوا الناس اللي بتحسسكم وبتشجعكم ان انتوا ترجعوا لحياتكم الطبيعيه، مش اللي دايما يحسسوكم اللي هو انت لو هتروح تحكي له عن مشكله هيقول لك يا عم انا عندي وعندي وعندي. احنا مش في سباق، مش كده. السوشيال ميديا، السوشيال ميديا من اكتر حاجات اللي ما بناخدش بالنا ان هي بتاخد طاقتنا غصب عننا. يعني الفتره اللي فاتت كنت شفت اخبار، حتى مش من مصر بس، شفت اخبار في حوادث بقى، وانتوا عارفين مش عايزه اقول الاخبار دي عشان ما احزنش. قررت من كتر الحالات الكورونا والحاجات السلبيه، السوشيال ميديا الفتره دي سلبيه جدا، فحاولوا لما السوشيال ميديا يحصل فيها كده تعتزلوها. وان شاء الله هعمل لكم الفيديو الجاي هيكون عن ان انا معتزله السوشيال ميديا، وانا في الفتره دي دلوقتي معتزله السوشيال ميديا، وهعمل لكم فيديو بالتفصيل عن ده. وعايزه اقول حاجه كمان، الترتيب والنظام من اكتر الحاجات اللي هتشجعنا اكتر ان احنا طاقتنا ترجع زي الاول. لا، حاولوا ترتبوا الحاجات بتاعتكم وتجددوها بحيث ان انتم لما تيجوا تذاكروا او تيجوا تشتغلوا او تيجوا ترجعوا لحياتكم الطبيعيه تكون الحاجات اتغيرت وما تحسوش ان ده الروتين العادي والحاجه دي دايما كده. اخر حاجه عايزه اقولها لكم، ان انتم تعيشوا دلوقتي اللحظه دي، النهارده عندك النهارده، مش هفكر في بكره. ما تشيلوش الهم، شيلي الهم هو اكتر حاجه بتاخد طاقتنا. حتى لو احنا ما عملناش حاجه، انا ما عملتش حاجه بس طاقتي اتاخدت امبارح، مشي وولع في 60 داهيه، بكره ان شاء الله هيبقى خير وربنا هيجعله ايام جميله كلها. النهارده احسن حاجه هعملها في يومي هحاول اعملها، واحسن طريقه هدي بيها معنى لحياتي هعملها وبس. وملخص الفيديو ان احنا نعمل 3 حاجات: خدوا وقتكم، حاولوا نفسكم بناس صح، وحطوا طاقتكم في اماكن صح، عيشوا النهارده وبلاش تفكروا ولا في بكره ولا في امبارح. انا الاسبوع اللي فات كنت كده وعملت الحاجات دي، وفعلا طلعتني من الحوار اللي انا كنت فيه ده، وحبيت انقله لكم. فلو استفدتم اكتبوا لي تحت في الكومنتات عايزين فيديوز نصايح او حاجات زي كده عن ايه، والفيديو النهارده مختلف وحلو وجميل وبسيط، واعملوا لي لايك واشتركوا في القناه وتشغلوا النوتيفيكيشن بيل وبس. بحبكم قوي.